مستغلا الفترة الانتقالية لنقل السلطة في الإدارة الأمريكية، صعد جيش الاحتلال التركي خلال الأسبوعين الماضيين من وتيرة هجماته وقصفه الكثيف على أطراف بلدة عين عيسى شمال شرقي سوريا في تصعيد يعتبر الأخطر خلال العام الجاري. وفي هذا السياق أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر أن هجمات الاحتلال وفصائله الإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإفراغ المنطقة من سكانها. وأضافت في تصريح خاص لقناة اليوم أن الاحتلال التركي يحاول قضم أراض سورية جديدة. يعني واضح من الهجمات التركية هو زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتخويف السكان الآمنين حتى طبعا يقومون بإفراغ مناطقهم، وهذا ما تريده تركيا بالضبط في هذه المرحلة، وعملتها سابقا بإفراغ المناطق، وبالتالي هي تسد أو تحاول السيطرة على مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا. ولفتت عمر إلى أن الاحتلال التركي يستغل انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية ونقل السلطة بتكثيف هجماته على بلدة عين عيسى الاستراتيجية. الجانب التركي يحاول استغلال الظروف الحالية خاصة بعد تغيير الحكومة الأمريكية التي ستسلم مهامها رسميا في 20/1/2021 طبعا، وأيضا هي كما ذكرت مدينة عين عيسى هي يعني بلدة لها موقع استراتيجي هام في المنطقة، يعني شبكة تربط شبكة مواصلات بين كافة مناطق شمال وشرق سوريا سواء من ناحية الرقة أو منبج أو كوباني أو منطقة الجزيرة، ولها أهمية طبعا، هي مكان رمزي بالنسبة للإدارة الذاتية ومسد حيث كانت مقرات في هذه البلدة. وكانت الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال قد حاولت في 23 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الفائت اقتحام قرية المالكية في ريف عين عيسى، لكن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية صدوا الهجوم واشتبكوا معهم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقتلوا منهم 18 عنصرا بينهم قيادي سابق في تنظيم داعش الإرهابي. الرئيسة المشتركة لمسد طالبت روسيا باعتبارها الضامن لاتفاق وقف إطلاق النار الضغط على الاحتلال لوقف هجماته العدوانية، مشيرة إلى وجود حوارات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الروسية لصد هجمات الاحتلال التركي. في هذه المرحلة على روسيا أن يعني أن تكون تتحمل مسؤولياتها بشكل أكثر في حماية المنطقة باعتبارها هي الآن موجودة ولديها اتفاقيات أيضا مع قوات سوريا الديمقراطية. حاليا يوجد حوار مع قوات سوريا الديمقراطية، الروس مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل حماية هذه المنطقة، وعلى الأغلب ستكون هناك نتيجة هذه الحوارات ستكون هناك دوريات مشتركة من أجل حماية منطقة أو بلدة عين عيسى والمناطق طبعا القريبة منها حتى يتم وقف أو صد الهجمات التركية على هذه المناطق. هذا وتحلق مروحيات روسية منذ 6 كانون الأول ديسمبر الجاري في سماء عين عيسى، فيما أعلن المجلس العسكري للأبيض الأربعاء عن توصله إلى اتفاق يقضي بنشر نقاط مراقبة مشتركة مع القوات الروسية على الطريق الدولي.